اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد من السلسله اللي ملهاش اسم، بنتكلم عن اخبار الممثلين والافلام واي حاجه بقى ليها علاقه بالسينما. وطبعا لو لقيت اسم حلو للسلسله قول لي تحت في الكومنتات. معانا شويه اخبار وترشيحات لجوائز كتير وافلام ومسلسلات منتظره هنشوفها السنه دي، كل ده في الفيديو. فقبل ما نبدا انزل اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه لو دي اول مره تشوفني وحابب ان انت تشوفني تاني. من غير كلام تاني بقى نخش على الاخبار. الفتره اللي فاتت في مشكله كبيره حصلت لمارفل جوه الاستوديوهات بتاعتها، اضراب من العمال اللي شغالين في مارفل بسبب ان هم مش بياخدوا فلوس كفايه، وخصوصا الناس اللي شغالين على المؤثرات البصريه بياخدوا تقريبا 20% من الفلوس بتاعتهم كل اسبوع، ومش بس كده دول كمان بيشتغلوا اضعاف شغلهم العادي، فالوضع ما كانش كويس خالص بالنسبه لمارفل الفتره اللي فاتت. نبدا بفيلم ذا باتمان اللي اخيرا موقع روتن توميتوز بينصف الفيلم بيكسب جائزه افضل فيلم كوميك بوك لسنه 2022، يستحقها بصراحه. فيلم ذا باتمان بالنسبه لي واحد من افضل 3 افلام اتعملوا لشخصيه باتمان. وبمناسبه بقى فيلم ذا باتمان، فعايز اقول لكم ان في حاليا اجتماع بين جيمس وبيتر سافران بخصوص عالم باتمان، عايزين يبداوا عالم كامل على المدى الطويل تحت اسم باد فيرس. انا عارف ان ناس كتير شايفه ان شخصيه باتمان اتحلبت في الافلام، بس يعني طالما بيعملوا الحاجه كويس فليه لا. نسيبنا بقى من باتمان ونروح لجوائز روتن توميتوز. افضل فيلم رعب في سنه 2022 كان من نصيب فيلم اكس، افضل فيلم درامي كان من نصيب هابينج، افضل فيلم تحت فئه الاثاره والغموض كان من نصيب نايفز اوت جلاس اونيون. بطل مسلسل وينزداي بيطلع عليه حاليا اتهامات كتير جدا بخصوص اعتدائه على بنات قبل ما يبدا المسلسل. المهم بقى ان الفانز بتوع المسلسل بيطالبوا ان لازم يكنسلوا الممثل ده خالص، والحمله فعلا انتشرت والممثل ده متجه الى طريق الكنسله. نروح بقى للمسلسل اللي تحسه كده نجح من قبل ما ينزل، مسلسل ذا لاست اوف اس، واللي بالمناسبه بعمل له تحليل لكل حلقه على القناه عندي. المسلسل ده تقييمات الحلقات بتاعته مش طبيعيه، الحلقه الاولى تقييمها على الاي ام دي بي 9.2 والحلقه الثانيه 9.4. البدايه مبشره جدا والمسلسل ده متوقع له من ناس كتير ان هو هيتربع على عرش مسلسلات نهايه العالم، وشكله كده هيتفوق على ذا ووكينج ديد. فبقول لي كده رايك في الموضوع ده تحت في الكومنتات. لو ما تعرفش لحد دلوقتي، فالممثله اللي كانت في مسلسل كاليديسكوب من اصول مصرية روزالين البيل اللي انا اتصدمت الصراحه ما عرفت الموضوع ده، بس كانت عامله شغل عالي في المسلسل. الجزء الثالث من فيلم افاتار قريب، وجيمس كاميرون المخرج قال ان في الجزء الجاي هيكون فيه عنصرين في الفيلم، الميه والنار، وهيقدم لنا كده قصه مختلفه عن قصص الافلام اللي فاتت. ماشيه معاك حلاوه يا عم جيمس، المخرج الوحيد يا جماعه اللي عنده 3 افلام كسروا حاجز ال 2 مليار، ما تفهمش بقى ده حظ ولا اجتهاد مش عارف. مسلسل قريب هيجمع نجوم كتير جدا، المسلسل هيكون دراما وغموض، وهيتكلم عن ايه بقى بعد كل ده؟ عن المناخ. حاسك كده مش مبسوط. المسلسل هيتكلم عن تاثير المناخ على حاجات كتير جدا في الحياه زي الحب والايمان والاسره. المهم يعني المسلسل هيكون على منصه ابل يوم 17 مارس، ده لو فكرت يعني ان انت تتفرج عليه. الموسم الثالث من المسلسل المحبوب، وحط تحت محبوب دي 100 خط، تيد لاسو، الموسم الثالث هيبدا تصويره السنه دي، فاحنا كده غالبا ممكن نشوف الموسم الثالث في نص سنه 2024 او اخرها. المسلسل كوميدي، ولو ما شفتوش لحد دلوقتي فهو ايوه بيتكلم عن الكوره والرياضه، ولكن الكوميديا اللي فيه لاي حد، يعني مش لاي حد قوي برضه، بس المهم يعني اتفرج وهتستمتع. الفيلم المنتظر واتوقع ان هو هيكون قوي جدا، ليف ذا وورلد بيهايند، هيجمع نجوم كتير جدا منهم جوليا روبرتس، مهرشالا علي، وايثان هوك. قصته عن زوجين بيقرروا ان هم ياخدوا اجازه على جزيره ما، ولكن بقى اول ما بيوصلوا الكهرباء بتقطع، ما بيقدروش يتواصلوا مع اي حد. بصراحه كده انا بحب القصص دي. رسميا الجزء الثاني من واحد من انجح الافلام على نتفليكس هو فيلم اكستراكشن، هيكون موجود على منصه نتفليكس يوم 16 يونيو في 2023، هنشوف ملحمه من الاكشن. ولو انت لسه ما شفتش الجزء الاول يا صديقي فانت فايتك كتير. مسلسل ذا لاست اوف اس بيبدا في تكسير الارقام على منصه اتش بي او، الحلقه الاولى في اول 3 ايام بس وصلت ل 12 مليون مشاهده، وكل ده في امريكا بس، فتخيل بقى كمان حلقتين ثلاثه المسلسل هيوصل لفين. وبالمناسبه فهو تاني اعلى افتتاحيه لمسلسل لمنصه اتش بي او من 2010، وفي المركز الاول طبعا هو هاوس اوف ذا دراجون، مش محتاجه. الجزء الرابع من فيلم كابتن امريكا خلاص بيبدا تصويره، يعني في شهر مارس اللي جاي كده غالبا يعني، ولسه ما فيش اي ميعاد رسمي لعرضه، بس ممكن كده على 2025، بعيد قوي الصراحه. الفيلم ده انا متحمس له جدا واتمنى ان هو يكون على قد توقعاتي. فيلم انسايد من بطوله ويليام ديفو بيتكلم عن سارق للتحف الفنيه بيتحبس في معرض من اللي بيسرقهم بعد فشل خطته، طبعا بقى بيفضل جوه طول الوقت ده، ومطلوب منه ان هو يهرب من الشرطه قبل ما تلاقيه. كل الوقت ده هيفضل محبوس جوه مع الاعمال الفنيه. حاسه هيكون فيلم عميق ومليان افكار جديده، هيكون في السينما في شهر مارس وغالبا انا هروح اتفرج عليه. بعد غياب 3 سنين لافلام مارفل عن العرض في السوق الصيني، اخيرا بترجع تاني من فيلمها الجاي كوانتمينيا. الموضوع ده هيفرق جامد في ارباح مارفل، لان السوق الصيني واحد من اهم الاسواق في العالم. كفايه ان فيلم اند جيم لما اتعرض هناك ارباحه بس وصلت لاكتر من 630 مليون دولار، فتخيل بقى باقي الافلام. ده مش خبر بس حبيت افكرك، لو انت مستمتع بالفيديو اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه عشان المحتوى حلو وبسنس. الانترو بتاعت مسلسل ذا لاست اوف اس من نفس صناع انترو مسلسلات تانية زي جيم اوف ثرونز وترو ديتكتيف، يعني اي حد عايز يعمل انترو عظمه في المسلسل بتاعه يروح يكلم الناس دي. الاشاعات بترجع تاني لشخصيات مارفل، تحس كده ان مارفل هي اللي بتطلع الاشاعات. مارفل حاليا بتدور على ممثلين يقوموا بشخصيه ولفرين، ليه؟ لان في اكتر من شخصيه هتكون موجوده في فيلم ديدبول الجزء الجاي. هل هتحصل فعلا ولا لا؟ الصراحه بعد كل الاشاعات اللي بتطلع عن مارفل دي فمحدش عارف حاجه. روبرت
روبرت داوني جونيور وصوره من مسلسله الجديد اللي اسمه غريب الصراحه، سيمباثايزر تقريبا يعني. لسه ما نعرفش هينزل امتى، ولكن كل اللي نعرفه عن القصه بتاعت المسلسل ان هو راجل نص فرنسي ونص فيتنامي كان جاسوس في حرب فيتنام. غير كده انا ما اعرفش حاجه، بس عيب عليكم اول ما يبقى فيه انتوا عارفيني يعني اول باول على طول. فيلم جوني ديب الجديد درامي وتاريخي عن ملك فرنسا لويس الخامس عشر، وما اعرفش يعني المفروض اقول ايه، بس اهو خبر لقيت. وصلنا بقى لترشيحات جوائز الاوسكار اللي السنه دي هتكون المنافسه صعبه جدا. في افلام طبعا كان لازم تترشح يعني، ولكن للاسف او هنعمل ايه. بس خلوني كده اقول لكم الترشيحات سريعا. افضل فيلم لسنه 2022 دول الافلام اللي ترشحوا. كنت اتمنى الصراحه فيلم ذا باتمان يترشح معاهم، بس دايما كده الاكاديميه يعني ما بتحبش ترشح افلام سوبر هيرو لجائزه افضل فيلم. ترشيحات افضل ممثل بدور رئيسي دول الممثلين اللي ترشحوا، ومش عارف ليه فيلم ذا منيو غايب، يعني حتى الممثلين اللي فيه مش مترشحين لحاجه مع ان ادائهم كان فعلا قوي بشهاده كل الناس اللي اتفرجوا على الفيلم. اما بقى توقع لي اللي هيكسب منهم فاوستن باتلر من فيلم إلفس، اداؤه كان فعلا قوي ومؤثر. اما بقى ترشيحات افضل ممثله فدول اللي ترشحوا ودي أفلامهم. وتوقع يعني للي هيكسب فهي كيت بلانشيت. انا ما شفتش الفيلم بتاعها الصراحه، بس كل اللي شافه ادالها ريسبكت، فمتوقع ان الجايزه هتكون من نصيبها. معانا افضل مخرج ودول اللي ترشحوا ودي افلامهم. ما عنديش توقع الصراحه لان ما شفتش كل الافلام اللي في القائمه. وترشيحات افضل تصوير فدول الافلام اللي ترشحوا. اتوقع افاتار ممكن، اصلهم لازم هيدوا له حاجه لان هو مترشح لاكتر من جايزه. ودول كانوا اهم الجوائز. هحط لكم بقى باقي الترشيحات عندي على الانستجرام، وهسيب لكم بقى لينك الاكونت تحت في الديسكربشن، وهو بالمره تعمل لي فولو، بنزل هناك محتوى حلو على فكره. سيبنا بقى من الجوائز شويه ونخش على النوستالجيا. لو لسه ما تعرفش فمسلسل فارس وفادي بيرجع لنا تاني بموسمين جداد، كل موسم هيكون 20 حلقه، بس ما اعرفش بقى الصراحه موضوع الدبلجه ده هل هيكون زي زمان ولا لا. حلقه لم الشمل للباور رينجرز، يعني ما تفكرونيش بقى بالايام دي، انا ابويا بيقعد يتفرج على اخبار كده ومأخد منه الريموت وجايب الباور رينجر. ايام يا جدعان. المهم الحلقه دي هيكون فيها ابطال باور رينجرز، هتكون يوم 19 ابريل على نتفليكس. مسلسل ذا لاست اوف اس فيه اخبار كتير عنه بس يستاهل. تكلفه الموسم الاول من المسلسل وصلت 100 مليون دولار، اكتر من تكلفه اول 5 مواسم من جيم اوف ثرونز. بس هو عامه احنا دلوقتي في زمن موضوع التكلفه ده ما بقاش يفرق كتير. عندنا مثلا مسلسل رينجز اوف باور نزل وكان كميه صرف عليه مش طبيعيه، بس ذا لاست اوف اس حاجه تانية يعني، هو لحد دلوقتي ماشي كويس جدا، بس هنشوف بقى هل هيكمل بنفس المستوى ولا لا. وبنوصل لفيلم اي ام ليجند، الجزء الثاني حاليا بيتم تحضيره خلاص، هيكون من بطوله ويل سميث ومايكل بي جوردن. كان خطير الصراحه الجزء الاول، عمل طفره كده في الافلام اللي بتتكلم عن نهايه العالم، هو من احلى الافلام لويل سميث عامه. اخر خبر معانا الصراحه هو خبر مثير للجدل شويه، في جوائز كده بيتم توزيعها لاسوا فيلم واسوا ممثلين في السنه. فتعال احكي لكم الحكايه دي بسرعه. في سنه 2000 في ممثل صغير اسمه جيك لويت خد جائزه اسوا ممثل في السنه كلها، وطبعا بعدها اتعرض لمشاكل نفسيه كتير ومسيرته انتهت لان هو قاعد يتنقل كده بين المصحات والسجون، وكان السبب في كده الجائزه دي لان هو خد جائزه من جوائز الريزز لاسوا ممثل عن بطولته في فيلم ستار وورز. والفكره بقى ان هو كل ده كان عنده 10 سنين بس. ومن يومين اعلنوا عن الترشيحات لاسوا ممثله في السنه، وكان من ضمنهم بنت صغيره اسمها راين ارمسترونج اللي كانت موجوده في فيلم فاير ستارت. وطبعا بقى في قلق كبير ان هي يحصل لها نفس اللي حصل لجيك زمان. طب قول لي رايك في الكومنتات، هل انت مع موضوع ان هم يدوا جايزه اسوا ممثله في السنه؟ الموضوع غريب الصراحه ان حد يديك جايزه كده ان انت اسوا واحد. فبس كده يا جماعه، دي كانت كل الاخبار اللي عندي. لو لسه ما تعرفش اتوقع ان ده هيكون اسم السلسله، قولوا لي رايكم في الاسم، حاسه كده ان هو يجي منه. لو وصلت بقى هنا احب اشكرك ان انت بتتفرج على الفيديو للاخر، وما تنساش ان لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده كده عشان اول ما انزل فيديو يظهر لك على طول. فنشوف بقى نوصل الفيديو ده لكام لايك، 2000 3000 5000 بحلم انا عارف. انا على اسماعيل نونز موفي هاسلر، ما تنساش لو عايز تتواصل معايا تبعت لي على انستجرام فيسبوك تيك توك، هسيب لك اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكريبشن. اتقابل بقى الفيديو الجاي، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام. انا بديها واحده سلام كده، سلام، تحس ان انا هكسر العدسه وانا بعملها.